السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد ضويحي مسؤول صيدلية معهد أسمال السكر. فكرة الكيو آر كود طلعت لما اكتشفت أن الناس تنسى استخدام الدواء عقب ما تاخذ دواها وتمشي البيت. فالفكرة أن المريض أو أي أحد من أهله يقدر يستخدم الهاتف المحمول، يحط على الكيو آر كود ويحوله على فيديو تعليمي عن الدواء مع إرشادات ونصائح طبية عن هذا الدواء.